الهدف من المشاركة أكيد أنه إحنا نحتفل كل عام بهذا العيد، هو أقدم عيد بالعراق، لازم نجي ونشارك هاي الفرحة. أنا كملكة جمال العراق هذا واجبي أنه أدعو كل الموجودين بالخارج يجون كل سنة نحتفل بأكيتو سوى رأس السنة البابلية الآشورية. We feel like we are at home here, actually. We feel it's a lot of Assyrians here, and it's very good.